ونحن مكملين بمساحاتنا الصباحية، واليوم هيك حنضوي على فقرة بتهم أكيد الشباب والصبايا، وخاصة اليوم الصبايا بموسم الصيف، ودائما الشعر هو من الأساس الجمال عند الصبية، ودائما بتحب أنها تعتني بشعرها، ولكن بعض الأحيان في مشاكل كتير بتسبب تساقط هذا الشعر، كان نقص المناعة، كان العلاج الكيميائي الشعاعي، صدمات نفسية قد ايه بتأثر اليوم يعني؟ صحيح، كمان للغذاء له دور كتير مهم بتغذية الشعر والحفاظ عليه كمان، وعندك كمان موسم الباذنجان. هلا هي ما بنعرف اذا هي مضبوطه او لا يعني. ما هلا بدنا نسال الدكتوره ورح نتعرف على كل النصائح يلي ممكن تخلينا نحافظ على شعرنا، او ممكن اذا بنعاني من مشاكل وشو دور الغذاء ممكن يكون بتغذيه الشعر والمحافظه عليه وعلى حيويته ونعومته، او نحافظ على كمان حتى ممكن يقصف. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل مع الدكتورة هبة عبيد، وهي مقيمة بأمراض الجهاز الهضمي. يسعد صباحك. صباح الخير دكتورة. صباح كيفك؟ عم نحكي عن قصة كتير اليوم، هي شائعة وبنحكي فيها كتير، ولكن بنعرف اليوم نحن العلاج، ودائما عندنا مشكلة رغم درايتنا اليوم بالأسباب والعلاج، ولكن دائما يمكن انشغالنا بالحياة أو الظروف بتقولي انا من بكره بدي اعمل كورس جديد لشعري بتوقفي. خلينا بدايه نحكي عن الاسباب، ان كان ده خارجيه او داخليه. هلا اول شيء بدنا نبلش انه يعني هيك بند صغير عنوان. ايوه عنوان يعني لك انه الشعر والبشره والجسم القويم هن ثمار الحياه الصحيه. يعني هلا نحن ما رح ننفي الاسباب الخارجيه وتاثيرها على سواء على الجسم او على الشعر او على البشره، ولكن الاسباب الداخليه بتبقى هي الاهم. هلا اهم الاسباب الخارجيه اللي بتسبب عنا تساقط الشعر والتقصف يعني كلنا بنعرفها، اللي هي الصبغات، الماش، السيشوار، اللي يعني التسريحات، حتى هي زي الحصان، نوعيه المي كمان، نوعيه المي بتاثر، الجو رطوبه، حتى الاستحمام الزايد يعني مؤذي للشعر. يعني نحن الزيوت اللي بتطلع من الشعر هاي بتعتبر كثير مغذيه لها، فالافضل يعني الشعر يتحمم مرتين بس خلال الاسبوع. الجو الجاف او الرطوبه كلها بتاثر على الشعر، بس الاسباب الاهم يعني يعتبر تقصف الشعر او سوء حالته الصحيه هو من يعني هو عرض، مو انه هو مشكله، هو لا هو عم يدلني على مشكله موجوده بالجسم اساسا. غالبا اهم الاسباب اللي بتاثر على الشعر هو مثل ما حكيت الصدمات النفسيه، الستريس المزمن. شعر السوري اليوم بيعاني كله من تساقط الشعر. الستريس المزمن سيء جدا يعني، فهو بيسبب ارتفاع الكورتيزول، فبيعمل لي تعب الغده الكظريه، بيأثر على العظام، بيسحب الكالسيوم من الجسم، فبيسبب هشاشه عظام وبيسبب ضعف بتكون العضلات. فانا ما عندي يعني عضلاتي صارت اضعف، ما عاد عندي تكون بروتين بالجسم، فهذا الشيء بيؤدي لتساقط الشعر. بس يعني يبقى العامل الاشيع هو ستريس. الاسباب الاخرى مثلا في عندنا الامراض المناعيه، الامراض المناعيه مثلا الثعلبه بتطلع بالشعر، هي عباره عن مرض مناعي انه بتشكل عندنا نحن الضاد، يعني اجسام بتحارب بويصلات الشعر ما بتخليها تنمو وتطلع، وهي الامراض شائعه كمان جذره مناعي، يعني جذره له علاقه بالغذاء، بالاضافه للادويه. الادويه حتى نحن في ادويه بناخذها يعني بشكل مزمن ونحن ما بنعرف انه هي بتسبب تساقط الشعر. هلا ايش على الادويه اللي نحن بنستخدموها الكل؟ هي المسكنات، الباراسيتامول والبروفين كثير بسبب تساقط الشعر، ونحن صار عندنا كثير الكل يعني هاي هي الفكره عليها. انه نحن ما بناخذ بعين الاعتبار اثار الجانبيه الا لانه نحن بنعتبرها جرعته امنه مثلا على الجسم. الادويه مثلا ادويه الكوليسترول، الستاتينات من فئه الستاتينات، ادويه الضغط، بيتا بلوكرز، هي حاصرات بيتا بتتاخذ، هدول ادويه بتتاخذ بشكل مزمن، فاثار الجانبيه بتبين على الجسم بسبب تساقط الشعر، اضافه لبعض الادويه مثلا الادويه الكيماويه. هلا هو الاورام ما بتسبب تساقط الشعر، بس العلاج هو اللي بيسبب تساقط الشعر. طبعا كمان الاشعه، كمان في دواء كان بدي اذكره، ايوه هلا تذكرت. حتى الادويه اللي بتستخدم لعلاج انه لزياده الشعر مثل مينوكسيديل، يعني مثلا نحن احيانا بناخذ بنستخدمه كشامبو او كدواء لحتى نزيد الشعر، مع انه انت اذا شفتي بالنشره بيكون ضمن اثاره الجانبي هو تساقط الشعر. ليش؟ يعني اي دواء نحن بناخده هذا اثر جانبي غالبا لكل الادويه، لانه بيضعف اساسيات الجسم، يعني الادويه من برا
لا تحبس، يعني فينا نحصل على كأنه الدكتورة عم تلمح الداخلي أفضل. أيوة صح. يعني وأرخص بصراحة الله صار بظل ارتفاع الأدوية، فأنه يعني صار كل شيء الطبيعي أفضل دائما. فهي هي أشياء على الأسباب يعني المسؤولة عن موضوع تساقط الشعر. طيب خلينا ننتقل، حكيتي أنه أهم الأسباب هي بتكون داخلية تأثيرها أكثر شيء. طيب الغذاء قديه هون ممكن الغذاء يكون له دور على أول شغلة تحسين النفسية؟ متى ما تحسنت نفسيتنا تحسن شعرنا، كيف ممكن نحن هون شو الأغذية اللي لازم ناخدها؟ هلا نحن لحتى نضمن سلامة مثل ما حكيت أول شيء إنه البشرة والشعر والجسم القويم يعني اللياقة بشكل عام. النفسية ولا البشرة والشعر مباشرة؟ البشرة والشعر والجسم القويم بس يكونوا منيح بكون نفسية منيحة. تمام. وهي أساسا حلقة مفرغة بس كل حال النفسية منيحة كل شيء بيتحسن. هلا نحن بحتاج كسلامة الجسم سلامة يعني غالبا مجموعة أعضاء من الجسم، وأهمها هي مثلا عندنا سلامة أول شيء سلامة المعدة والأمعاء، لأنه سلامة المعدة والأمعاء لما بصير نحن عندنا نقص بحموضة المعدة فبالتالي ما رح نستفاد من المعادن والفيتامينات الموجودة بالأغذية اللي عم ناخدها، فهون نحن صار عندنا سوء امتصاص وسوء تغذية. سلامة الأمعاء نفس الشيء، إذا الأمعاء فيها أذية، في أمراض مناعية، في أمراض ارتشاحية يعني مثل داء كرون أو الأمراض الأخرى، كمان بتسبب سوء امتصاص بالمعادن والفيتامينات المغذيات البروتين حتى ما بيوصل للدم. عندنا سلامة الكبد لأنه هو بيطهر الجسم من السموم، الكلية لأنه مسؤولة عن البروتين حتى نحن ما نفقد بروتين، والغدة الدرقية أكيد لأنه أذية الغدة الدرقية بسبب الاستقلاب. فهي أهم شيء، يعني أنت بدك تكون جسمك صحي، مو أنه يعني مرحلة 100% بس أنه فوق 80% لحتى يكون يعني مثل ما حكينا الثمرة هي سليمة. أهم الأغذية اللي بتساعد بنمو الشعر أو تنشيط الجسم، بس ما يقوم ينمى الشعر بكل الجسم؟ لا بدون الشعر؟ لا طبعا رأس. نحن لما لا نحن لما بناكل شيء صح، انت عم تاكلي بالنهاية ما عم تطبقي بشكل موضعي، فجسمك كتير ذكي يعني اكيد هو بيعرف شو لازم يروح للعضل، شو لازم يروح للدم، شو لازم، مو انا اللي بوجهه، عرفتي كيف؟ ما يطلع لنا دقيق ابو ايمن ما عم ياكل منيح شكله. فانا اهم شيء بالاغذية هو البروتين، البروتين كتير ضروري لسلامة الشعر. على موازاة البروتين يعني ما بيشتغل بلا هو معدن الزنك. الزنك كتير ضروري لحتى من وين فينا نحصل على الزنك من خلال الأغذية؟ هلا فينا نحصل عليه من البيض، من الأسماك، من لب القرع، بذر دوار الشمس، يعني الزيوت النباتية، زيت الزيتون مو زيوت نباتية، زيت الزيتون تحديدا، فهم نحصل على الزنك. مثلا اللحوم يعني نفس الشيء، اللحوم الحمراء او الدجاج او لي بيحتوي مجموعه يعني بيحتوي البروتين ومجموعه من المعادن. هلا رح اذكرها. عندنا كمان الحديد، كلنا بنعرف انه نقص الحديد بيسبب كان هو اكثر نقص يعني. ايوه لانه هو شائع جدا وخصوصا عند النساء بفتره الحمل والارضاع. ايوه يعني النساء معرضين اكثر، فمو ضروري كمان بس الحديد، ممكن يكون ناقصه مخازن الحديد. يعني انا بس تكون عندي مخازن الحديد اللي هي الفيريتين تحت ال50، فانه انت ما لازم تسالي عن الشعر لان الجسم هون بيكون يدوب عم يوزع الدم والاكسجين على الاعضاء الاساسيه اللي هي القلب والدماغ ولا يعني، فبده يكون الكماليات او يعني الشعر البشري عنده هذا اخر شيء بهمه، يعني اول شيء بيركز على الشيء الاساسي. عندنا كمان على البالانس بين الزنك هو النحاس، يعني نحن اذا عوضنا الزنك زياده او اذا نحن هو الاشياء نقص الزنك غالبا بيكون النحاس هو ازود عند النساء بشكل خاص يعني، وبشكل عام موجود هو لان يعني بنحصل عليه من كثير من كل شيء، النحاس موجود بكل شيء، بس لما انا بعوض في ناس هون لازم انتبه على نقطه كثير، في ناس بتعوض زنك لفتره طويله من غير ما تعوض نحاس، فبصير انا عندي هون خلل بالتوازن، بيرتفع الزنك فبينزل النحاس. هلا النحاس كثير مهم للون الشعر، يعني هو المسؤول عن الشيب المبكر، هو المسؤول عن تقصف الاطراف للون الشعره مو انه لنشاطه. عندنا فيتامينات بي وخاصه البيوتين هو مسؤول عن حيويه الشعر وطوله. كمان فيتامين بي 6 بيحفز مجموعة الخلايا اللي بالجسم فبيزيد من نمو نشاط الشعر والجلد. بس أنا بدي انتبه هون كمان، هي فكرة كتير مهمة إنه أنا لما بدي عوض البيوتين مثلا، إذا يعني هلا أنا عم بحكي عن المتممات لأنه مثلا إذا الواحد بده يحكي إنه بده ياكل نظام غذائي متكامل وهي هذا شيء ثاني، يعني كله بيكون موجود مع بعض، يعني الغذاء الطبيعي بيكون موجود فيتامينات بي البيوتين والبي 6 وهي بنفس مثلا قطعه اللحمه، بس انا اذا بدي اخذها كمتمم خارجي فانا ما في اعوض البيوتين لوحده،
لان اذا عوضته لوحده بيسبب نقص بالعناصر او فيتامينات بي الثانيه، فلازم اعوض مجموعه فيتامينات بي كامله. هاي الفكره كثير مهمه كنت بدي اذكرها. اضافه للكولاجين، الكولاجين هو ببلش بقل من عمر العشرين وطلوع يعني، فالكولاجين كثير مهم نحصل عليه، واذا كان ناقص بالجسم فانا بكون عندي مشكله بالامعاء. من وين؟ الكولاجين موجود اكثر شيء بشوربه عظم البقر او الدجاج يعني. هاي الماده الجيلاتينيه هي اكثر شيء موجود فيها الكولاجين، وضروري يكون مع فيتامين سي لانه بحسن من امتصاصها. يعني هي اهم العناصر الغذائيه انا حكيت، مو انه هي اهم العناصر واغلى العناصر. هلا هي بصراحه موجوده يعني، هلا انت اذا بدك تحسبيهم هنا موجودين اكثر شيء مثلا بالبيض، باللحمه، بالخضره، يعني انه غذاء صحي بالنهايه. هلا اكيد يعني، ونحن دائما بنقول انه يعني اي خلل بموضوع الفيتامين بجسمنا عم يعمل اكثر مشكله، مو بس تساقط الشعر. نحن دائما بنروح بالحاله الاسعافيه وبنروح للطرق العلاجيه. طيب نحن خلينا قبل نقطع المرحله لورا، خلينا نكون وقائيا اليوم يعني بالامكانيات المتاحه. يعني اليوم هل انت مع، خلينا نقول نظام غذائي حسب الامكانيات؟ اليوم في ابر عم تتاخذ لبصلة الشعر، يعني بتقول لك الصيدلانيه او الدكتور هي بتنحط بقلب علبه الشامبو او بتنحط بالصيدليه، قد ايه ممكن تساهم بتحسين؟ هلا ممكن هي تعتبر علاج مؤقت. انا اذا الجذر عندي مضروب مستحيل الفرع يكون ظابط، عرفتي كيف؟ يعني انت اذا جذر المشكله موجود والستاتو مثلا، اذا انا مشكلتي نقص حديد فرضا، انا عندي نقص حديد، قد ما استخدمت ادويه وخارجيه مثلا وشامبويات ما راح استفيد، لانه اساسا ما عم يوصل لي دم للشعر. انت مع المكملات الغذائيه؟ مع المكملات الغذائيه في حال كان الغذاء لا يحتوي هذه العناصر. لا، طالما نحن انتقلنا من المرحله الوقائيه للعلاجيه، نحن صار في عندنا ترميم كثير. هلا بصراحه انا مع المكملات الغذائيه، يعني بتتاخذ في عناصر نحن ما بنحصل عليها نهائيا من الاكل. مثلا مثل مره انا حكيت هون حتى انه المغنيسيوم نحن حصول عليه من الاكل كثير صعب، فضروري انه نحن نعوضه كمتمم. الزنك حتى، الزنك مثلا نحن بحاجه 50 ملي جرام كل يوم. مثلا انت هذا قديش بدك تاخذي؟ بدك تاخذي مثلا قد الكف انه لحمه كل يوم مثلا، انت ما عم تاخذي هذا الشيء، فانه انت تاخذي حبه متمم غذائي لا كثير بتفيدك. من دون وصفه طبيه؟ ايه، هو بيتاخذ لمده 3 شهور ايه و3 شهور لا، عرفتي كيف؟ فعادي هو بيتاخذ من دون وصفه طبيه. حتى اساسا هو يعني الناس اللي عندها مثلا فرد شهيه بكون عندها نقص زنك. الناس عرفتي كيف؟ انه الناس اللي حاسه حالها دائما بدها تاكل، او مثلا في متلازمه قبل الطمس، الاعراض التوتر، هي الشهوه كثير للاكل والحلويات، هذا غالبا نقص زنك. حتى مقاومه الانسولين سببها يعني من الاسباب الحديثه إلى هو نقص معدن الزنك والكروميوم، فهلا عم يستخدموا بعلاج مقاومه الانسولين. فانه لا، نحن بصراحه عندنا شوي مو تحفظ، شوي انه ما نباحثين كثير موضوع المعادن والفيتامينات. احيانا الخلط او الاخذ بنفس الوقت كذا نوع ممكن كمان يكون سلبا على الجسم. لا طبعا، نحن هلا اول شيء انت بدك تستشيري طبيب، يعني ما رح تاخذي. نحن من نشجع يعني عن تناول المتممات مثل ما قلت اول شيء اذا الغذاء ما طبعا، وفي الى اوقات معينه يعني مثلا انا الزنك باخذه بعد الاكل مثلا بعد الغداء، لانه يعني هو مثلا بلا وجبه اذا ممكن انت اكلين بيوجعك معدتك، او اذا اخذته مثلا مع عنصر ثاني بيعمل لي انه مثلا اذا اخذت حبه الزنك وحبه النحاس سوا بيرتبطوا مع بعض وانا ما مستفيد منهم شيء. خلينا اذا بدي اخذ الضرر بدي اخذ المثال. ناضل معنا دقيقتين شوي، هنركز على المشاكل الخارجيه اليوم بسبب الحراره او الجو او السشوار. شو ممكن نستخدم بعض الزيوت او العلاجات اللي تكون طبيعيه؟ أيوة، بدون المواد الكيميائيه. هلا افضل شيء الاستخدام للشعر هو زيت. هلا في كذا شغله، ما بدنا نعمل اعلانات لا 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 ابدا، انه طبيعي. لا ابدا، هي شغلات طبيعيه. في زيت جوز الهند كثير انه حطيه على الشعر كثير مهم، حط على الفروه دكتوره. ايوه، على فروه الراس حتى كمان هو بينشرب، يعني هو زيت طبيعي، هو ما له طعم على فكره، يعني بيحفز الدوره الدمويه. ما له طعم ابدا، حتى ما له لون، يعني انت بتحطيه، انا بشربه مع القهوه بصراحه الصبح. ما له طعم نهائيا. زيت جوز الهند هو حتى يعني بنحط مع المشروبات، مو انه وفيك تعملي فيه اي شيء يعني. بس بلا زيت جوز الهند انتبهي. في كمان مثلا زيت النعناع، زيت النعناع كثير مهم لفينك بحرك الدوره الدمويه، وبدك تحطيه من المساء للصبح. في عصير البصل يا الله، قديش ساعة هالقصة يعني؟
عصير البصل الاحمر كثير مفيد، بس الريحه ما بعرف تجربوها، انا بصراحه بجربها. وفي الكركديه، فيك تغلي الكركديه مع الجزر مع الورقه وتتركيه لحتى يبرد، بعدين انت تنقعي شعرك فيه من المساء للصبح. بس طبعا هي بدها مثابره، يعني اقل شيء شهر عرفتي كيف تشوفي نتائج، مو انه استخدمتي مره مرتين وقولي ما استفدت. حتى في ناس بتستخدم بذر الكتان. ايه بذر الكتان بغير من لون الشعر، حتى بيعمل له يعني بيعمل له تسريحه. ايوه بكسره توابي ما في كهرباء، بس لا هو زيت جوز الهند فعلا كثير يعني جيد جدا. هلا هي بعض التعليمات خلص منها جربها الدكتوره اليوم. البصل جربوه قول له بغير لون الشعر للافتح ولا للاغمق؟ بذر الكتان الاغمق. بذر الكتان بغمق. بذر الكتان بيضرب اللون يمكن، بس ايه هلا انا بصراحه بحسه بيعمل له بني فاتح يعني اميل للشقار هيك حسب لون انت شعرك الاساسي. يعني اذا فاتح بيغمق، واذا هلا انا على لون شعري بيعمل له افتح، عرفتي كيف بني. دكتورة مع شكر حضورك لليوم، ودائما نقول بالصحة والسلامة للجميع. وهي بعض الإجراءات الطبية الوقائية العلاجية قادرين نحن إن شاء الله نقطع من هاي المرحلة. شكرا لحضورك، وهيك صباحك صحة على طول، انبسطنا فيك. شكرا كلك ذوق. شكرا لإلك. أهلا وسهلا كلك ذوق.